صباح الخير، كلكم ناطرين تعرفوا كيف رح يكون حظكم لليوم، بس قبل رح خبركم عن علاقة برج العقرب ببرج العذراء. علاقة عميقة بتجمع بين العقرب والعذراء، فهن متشابهين بمجالات كتيرة ويفهموا بعض كتير وبيكملوا بعض. برج العقرب بيشوف بالعذراء شخص ذكي ودقيق الأمر يلي بيلاقمه، أما برج العذراء فبينعجب بشخصية العقرب الغامضة وبقدرته على حل المشاكل قبل ما تكبر. إذا ابتعد برج العذراء عن العصبية بتخلق علاقة ممتازة بيناتهم مبنية على التفاهم والإخلاص. طولوني بكرة تخبركن عن علاقة برج العقرب ببرج الميزان، أما هلأ نبلش أبراجنا 12 مع برج الحمل. بتواجهك صعوبات كتيرة هالأيام، بس ما رح توقف لك نشاطك ومثابرتك، خليك صبور ومتفائل. أمورك العائلية منا كتير منيحة، جاي بتتفاهم مع أحد أفراد عائلتك وما تتصادم معهم. عاطفياً ما بيطلب منك الحبيب إلا الثقة والصراحة بتعاملك معه. برج الثور بتحصل على مكافأة مالية من المسؤولين عنك بسبب مثابرتك والنجاح يلي وصلت له بعملك. عاطفياً قضي وقت مع الشريك تترجع علاقتك فيه مثل الأول لأنك أهملته بالفترة الأخيرة. ضغط العمل كبير فخصص وقت للراحة وللهدوء. برج الجوزاء ما تتسرع بالدخول بمشروع مهني قبل ما تتأكد من دقة معلوماتك. تلتقي بشخص بيساعدك على التقدم بعملك. أما عاطفياً فالحبيب منتظر منك إشارة ما تتردد بالتعبير له عن مشاعرك. منكفي أبراجنا مع برج السرطان، بتواجه بعض التغييرات على صعيد العمل. اختار الأفضل ومش الأسهل تتقدر تتميز عن زملائك. عاطفياً بتقضي وقت حلو مع الحبيب وبتتقرب منه أكثر. برج الأسد بتلاقي بعض الحلول للمشاكل يلي عم بتواجهك بالعمل، الأمر يلي بقربك من النجاح. مشغول كتير اليوم باتصالات واجتماعات فاستفيد منها كتير منيح. برج العذراء، جرب قد ما فيك اليوم تحل المشاكل يلي واقع فيها بالعمل، وانتبه كتير قبل التوقيع على أي ورقة. كون منطقي وواعي بعلاقاتك وتصرفاتك مع المحيطين فيك. عاطفياً قم ببعض التضحيات كرمال الشريك فهو بيستحقها. برج الميزان، انتبه من الأشخاص اللي عم بيحاولوا إقناعك باستثمار مالك بمشروع غير مضمون. فترة مناسبة لممارسة نشاط رياضي ببعدك عن الروتين يلي مسيطر عليك وبيحسن حالتك الصحية. عاطفياً ركز هالفترة على علاقتك بالحبيب وخطط للارتباط الجدي فيه. برج العقرب، استعد لإنجاز مشروع مهم بغير لك حياتك وبيوعدك بأرباح مالية كبيرة. تشغل بالك ببعض الأمور العائلية، استعمل حكمتك وهدوءك لحلها. عاطفياً بينشغل الحبيب عنك هالفترة، بس هالأمر ما بيدوم كتير. نوصل بأبراجنا لبرج القوس، أنت محط أنظار الجميع. تفكيرك الإيجابي بالمستقبل بيقرب الآخرين منك. أبواب جديدة بتنفتح لك بتنسيك تعب الأيام الماضية. عاطفياً كون مستعد لحب جديد بيدخل على حياتك. برج الجدي، انتهت الصعوبات والخيبات، قريباً بتستعيد حيويتك وتفاؤلك. بتتفاجأ بتصرف أحد المقربين منك، الأمر يلي بيخليك تبتعد عنه. أما عاطفياً كون إيجابي بعلاقتك مع الحبيب، فهو الوحيد يلي بيفهمك وبيعرف أنت كيف بتفكر. برج الدلو، نشيط وحيوي لأقصى الحدود، وعندك القدرة على تحقيق الكثير من الأعمال. استفيد من نصائح أصدقائك، فهن بهم مصلحتك وبدون الأفضل لك. عاطفياً ممكن تدخل بعلاقة عاطفية جديدة بتخليها سرية وبعيدة عن المحيطين فيك. نوصل لآخر برج معنا اليوم، برج الحوت، ما تترك العصبية تأثر على أعمالك. تميز بالهدوء والحكمة. قريباً بتتلقى دعوة لمناسبة اجتماعية بتلتقي فيها بأشخاص بيلفتوا انتباهك. عاطفياً تشعر برغبة بالتقرب من الحبيب وتعزيز علاقتك فيه بعد ما بعدت عنه بالأيام يلي ماضية. أما بالنسبة لمولود 25 الثاني فهو ذكي وطموح كتير، بيحب السيطرة وبيسعى دايماً للمركز الأول. بيتوتة بيحب بيته وعمله وبيعطيهم كل شي عنده. طيب وحنون وما بينسى أبداً إذا حدا أساء له. بيمزح كتير وبيحترم كل الناس. من مواليد اليوم الموسيقى والممثل الأمريكي بول كافن جوناس، المعروف بكافن جوناس. كيفن ولد عام 1987 بنيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أقدم عضو بفرقة جوناس برادرز يلي أسسها مع إخواته نيك وجو، وألفوا العديد من الألبومات الموسيقية يلي كانت السبب الأساسي لشهرتهم. كيفن مثل بالعديد من الأفلام، أهمها فيلم كامب روك، كان له أكثر من مسلسل على طريق التلفزيون الواقع شاركوه فيه إخواته وزوجته. هذا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعضه ألايف مع كاتفت. Thank you.